الفن يماثل الحب في كونه غير قابل للتفسير. يا مساء الخير والجمال والفن على أحلى مشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج فانتوبيا هكون معاكم فيها أنا ريهام الصرفي زي ما عودتكم كل يوم أربع الساعة 12 الظهر والمدة نص ساعة. ولأننا في فانتوبيا قررنا أن احنا نتكلم على كل أنواع الفنون، كمان قررنا نعرف الطريق والمشوار. وضيفة النهاردة بدأت مشوارها بدري وبدري قوي، بدأت مشوارها من وهي 6 سنين بالظبط. ضيفة النهاردة هي تحسها زي ما الأغنية بتقول قريبة وطيبة، اتربينا معاها وكبرنا معاها، كانت زي أختنا أو تحس إنها بنتك، تحس إنها أختك، تحس إنها جارتك اللي أنت كل يوم بتصطبح بوشها الجميل. اتربينا معاها على قيم ومبادئ جميلة جدا في بيت ونيس مع الفنان العظيم محمد صبحي. محمد صبحي اللي مسك بإيديها من أول مشوارها وهي صغيرة في المسرح وكمان في الاستوديو، وتعلمت منه وقدرت بعد كده تشق بموهبتها وتميزها طريقها في عالم الفن سواء في السينما أو في المسرح أو التلفزيون. ضيفتنا النهاردة هي الفنانة الجميلة الناضجة صاحبة الملامح البريئة والطفولية الجميلة هدى هاني. هدى هاني هتكون معانا إن شاء الله النهاردة بعد الفاصل صغير ونرجع لكم، استنونا. وهدى هاني ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين، وزي ما وعدتكم معانا النهاردة الفنانة الجميلة هدى هاني. صباح الفل يا هدى. صباح الجمال، عاملة إيه؟ منورانا النهاردة. جهاد الابنة الكبرى للفنان محمد صبحي في مسلسل ونيس، وهدى في مسلسل العار، وهنية دلوعة بنات العطار في العطار والسبع بنات مع العملاق الراحل نور الشريف، والست مناظر في مسلسل الخواجة عبد القادر. أدوار كتيرة وشخصيات كتيرة، والحقيقة أن الأدوار دي هي اللي الفنان بيدخل بيها بيوت وقلوب الناس، سواء بيرتبطوا بالشخصية أو بيكرهوها حسب طبيعة الشخصية. بس أنا بقى النهاردة حابة أخطفك من كل الشخصيات دي، وعايزة أسألك سؤال وهسيب لك عنان فهم السؤال والإجابة. أوكي. أنت هدى هاني مين؟ مين؟ أوكي. صعب جدا على فكرة السؤال ده، ما عشان كده سألته في الأول. جدا، ولو حد جاوب كده بسهولة هيبقى معلش يعني مش فاقي، لأن انك تفهمي نفسك او تعرفي نفسك دي متهيألي من اصعب الحاجات. انت ممكن تشوفي اعرفك مثلا اتعامل معاكي فاعرفك، انما انت ما بتراقبيش نفسك، انت عينيكي شايفه كل الا نفسك، فانك تعرفي تدخلي جوه نفسك دي صعبه. بس انا ممكن اقول لك صفات عامه اعرفها عني عن هدى، ان انا صريحه لدرجه الاستفزاز، ناقدة درجة أولى، حبا في الناس مش عشان أضايقهم، طيبة جدا جدا جدا، ساذجة، حاجة كلنا عارفينها، ساذجة طيبة دي وساذجة تقريبا، يعني إيه بكبر يعني مثلا أنا عمري بيبقى أصغر منه 10 سنين في العقلاني عقليتي. شكلك كمان يا هدى على فكرة دي ميزة. الحمد لله يا رب. لأن القلب بينعكس على الوش. أيوة أكيد، دي حقيقة. سمعت القصة دي إن أنت لو من جوه بيور وشك بيفضل طفولي أو كده. ايه تاني؟ عاشقة للتمثيل. هي اول حاجة عملتها في حياتي وانا عندي 6 سنين، وقفت على مسرح، فاعتقد ان انا هفضل امثل لحد اخر يوم في عمري. 6 سنين كنت عايزة جرأة شديدة في سن 6 سنين ده، كمان الجيل بتاعنا ما كانش فيه الانترنت وما كناش بالجراءة دي. لا خالص خالص ما كناش ما كناش جرأة. ومسرح، ومسرح محمد صبحي مش طبعًا. اي مسرح يعني من غير ملقن ولازم تبقي واقفة في نقطة، انت اصلا لو خدتي خطوة غير اللي متفق عليها بتبقى مشكله كبيره جدا يعني. ف بحب التمثيل جدا جدا. من النوع اللي ما اقدرش اقعد ما بعملش حاجه، يعني مش شخصيه كسوله، يعني لازم لو ما عنديش شغل اشغل نفسي باي حاجه. زي ايه؟ ممكن اعمل بيزنس، ممكن اروح افتح محل. يعني ما تحبيش تقعدي خالص؟ ما ينفعش، ما ينفعش ابقى قاعده ما بشتغلش، ما ينفعش ما بقاش ورايا حاجه. حتى لما ما كانش ورايا حاجه دخلت المطبخ وتعلمت حاجات في المطبخ في الناس بقى. شيف جدا، عايزه اقول لك بعشق، يعني انا لو ما كنتش ممثله كنت هبقى حاجه من اللي بيقدموا برامج طبخ دول. طب ما يلا بينا، يلا اعملوا لنا برنامج. لا لا، واكلي حلو جدا، اكلي حلو جدا والناس بتشكر، هم بيقولوا يعني، بس واضح ان هو في اجماع ان اكلي حلو.
تسلم ايدك. ربنا يخليكي. طيب معروف ان انت بنت شقيق الفنانه الجميله هناء الشوربجي. حبيبتي. وفي ناس برضو بتقول ان محمد صبحي هو السبب في ظهور هدى او هو اللي اكتشفها. هل بسبب هناء الشوربجي؟ يعني هل هناء الشوربجي اللي رشحتك للفنان محمد صبحي؟ طبعا. بصي، هو انا كانت بيقولوا لي يعني ان انا وانا صغيره كنت اقف قدام المرايه كتير واقعد اكلم نفسي، فانا وحيده. فتقريبا ماما قالت ان انا يعني اتجننت او في حاجه او طفله مش مظبوطه، لان بقعد بالساعات في الاوضه قافله عليا واكلم نفسي او ارقص او اغني قدام المرايه، اشوف حاجه مثلا فوازير زمان شريهان نيلي اخش اقلدها. الجو ده كنت دايما لما يبقى في طفله في اي عمل اقعد ايه اتمنى كده ان انا ابقى مكانها، عايزه اعمل عايزه اخش زيها، اخش التلفزيون وابقى زيها. كانوا بيعملوا مسرحيه الهمجي، ما كانتش من البدايه، مش انا، كان في طفله اسمها ليزا كانت مشهوره جدا طبعًا. جدا جدا. سابت المسرحيه لسبب ما تقريبا، هاجروا يعني اعتقد ليزا بعد ما سابت المسرحيه ما عملتش حاجه يعني. فانا اللي كنت في سنها. انكل صبحي كنت يعني هو انكل صبحي بس ما اعرفوش كمخرج يعني، ما شفتش الجانب الاخر. فكنت دايما اروح اخد العيديه بونبوني ياخدني على حجره ويهزر معايا كده الجو ده، لحد ما لما ليزا مشيت سابت العرض قالوا نجيب بدل مين. فاللي رشحتني بصراحه اكتر ماما فينا او مدام نيفين رامز الله يرحمها، زوجة الفنان محمد صبحي رحمه الله عليه، قالت لهم ما تاخدوا هدى. فعمتي الفكره يعني قالت طب ما هدى تنفع صحيح وبتحب التمثيل وكده، وجت من النقطه دي. احنا معانا على الشاشه اهو. يا خبر ابيض، الواحد كان صغير قوي جدا، كان مسميني اطفال الصومال. كنت واخده لون من البول تقريبا. لا بحر، وكنت ممنوع. بصي احنا كنا بنصور في اسكندريه تمام، بعد عرض المسرحيه شويه كده، فكنا بنصور في اسكندريه وهنصورها. فهو كل العيله كانت في اسكندريه، فكان مانعني ان انزل البحر. كلهم تتخيلي الصبح ينزلوا البحر وانا ما انزلش ازاي، فكنت بنزل من وراه مصيف. كنت بنزل من وراه. على فكره اثر على جيل كامل اللي هو ايه، ثعلب. ايوه ثعلب. لا ثعلب، انا بنتك وافهم اكتر منك وبقول لك انه ثعلب. بس فكان مانعني انزل البحر، وكنت انزل طبعا. انا من نوع اصلا لغايه دلوقتي لو تحب الميه لا لو قعدت قدام البحر شويه، نزلت وقعدت في الشمس شويه، صومال على طول. على فكره انا زيك اسود كده في لحظه، وما بعرفش ارجع تاني. فدايما انزل البحر الساعه 4 5 تكون الشمس الحمد لله راحت. فهو كان طبعا بيفقسني، بيلاقيني سوديت، انت نزلتي البحر يعني العيال كلهم رقيب يعني حرام مش كده يعني. بس هو كان عايز يحافظ عليا عشان ما ابقاش سودة في التصوير. طيب خليني امشي معاكي خطوه تانية اللي تالت زهره بقى الى جهاد. جهاد بنت ونيس. وطالما قلنا جهاد نذكر رئيس مدرسة القرع المباشر طبعا. مش أنا خالص والله. مسلسل ونيس علامة فارقة للجمهور طبعا، تربينا عليه، في كم مبادئ وقيم والكوميديا الجميلة اللي علمتنا، لدرجة ان ما تياليش في حد في الفترة دي ما كانش نفسه يبقى فرد من عيلة ونيس. صح. بقيمها ومبادئها. انتوا عملتوا 7 أجزاء وانت في سن صغير جدا، الى اي مدى اثر عليكي مسلسل ونيس من ناحيه المبادئ والقيم، وايه اللي علمتيه لولادك من القيم اللي اتعلمتيها في ونيس؟ علمتهم ونيس كله. بصي، هو اثر عليا بشكل مباشر وغير مباشر. يعني دلوقتي بلاقي نفسي في حاجات اتعلمتها في المسلسل ما وعيتهاش غير دلوقتي بعد ما كبرنا. زي مثلا ازاي تربي ولادك. طبعا احنا طول ما احنا بنمثل احنا عيال ومش فاهمين اللي بيتقال لنا بنعمله، او يعني طبعا في قيم طبعا خدناها من اول يوم ان في مواعيد، احترام المواعيد دي عامله لي مشكله دلوقتي في حياتي مع ناس كتير ما بيحترموش مواعيدهم. فانا اتعلمت يعني ايه ابقى موجوده في الميعاد. طول ما انت بتعملي المسلسل انت عماله تتعلمي حاجات انت مش وعياها. عرفت دلوقتي يعني ايه اربي. أدركتي لما الزمن لما جيت أخلف أول طفل، جبت كتاب كده مجلد كده إزاي تربي يعني تربي الطفل إزاي من زيرو لحد ما يوصل لحد يبقى عنده 12 سنة. لقيت بجد مش مجاملة إن نص الكلام اللي مكتوب في كتابه ويمكن أكتر، مش عايزة أبالغ، هو اللي بيحصل في ونيس. لأن الأستاذ صبحي دارس تربية أطفال ودارس سيكولوجية
الطفل الطفل يعرف يتعامل مع اي طفل، مش طفل بس، هو بيتعامل مع صغير وكبار. هو طبعا ده يعني هو سايكولوجي من الدرجه الاولى، يعرف كويس قوي ان يعني ما داخل البني ادم، مش مجرد. فطبعا لقيت حاجات كتير قوي، اكتشفت ان كل ده انا متعلمه في ونيس. طبعا فرق جدا. اذا كان فرق مع الناس اللي كانت بتشوفها، ما بالك انت اللي كنت جوه الموضوع. هو اصل انت دايما الناس كانت تعيشك في عالم مثلا مثالي، فهو طلع ان ونيس عايز يقول لك لا، الاب والام بيغلطوا، الاب ممكن يكذب. يعني انت ما تعلميش ابنك لا، ما انا دلوقتي بقول لاولادي انا بغلط، ولما اعمل حاجه غلط قولوا لي، لما اعمل حاجه فيها او لما تشوفوني بعمل حاجه غلط قولوا لي، صح؟ فهم من حقهم يحاسبوني زي ما انا بحاسبهم. فهو كان بيطلع لك ونيس وميسا، طبعا بيطلع لك ونيس وميسا بيغلطوا وبيعملوا حاجات غلط. يعني ليه نطلع الاب دايما عظيم مثالي؟ هو الاب ما فيش بني ادم ما فيش بني ادم ما بيغلطش خالص. طيب انا عايزه اقف عند وفاه المرحومه ليه بقى؟ سعاد نصر. ليه بقى؟ لاني عارفه انك كنت بتعتبريها زي امك، ولما فقدتيها كانك فقدتي امك الثانيه. هي انا كنت اقرب واحده ليها من خلال المعرفه العائليه الاول، واول ام ليا وانا عندي 6 سنين كانت في الهمجي، وام ليا تاني لمده 5 سنوات في ونيس والمسرح. كنا كمان عايشين أيوة، بصوا احنا كنا بنروح 8 الصبح، ننزل نروح نخش الاستوديو التصوير بيبقى 9 الصبح، نخلص تصوير نطلع على المسرح، تخلصي 12 بالليل او 1 بالليل. فهو يعني يوم كله معاه، يوم كامل مع الناس دي. احنا ما كنا بنخلص ونيس كنا بنعيط حقيقي. انا كمان كنت فاقده امي في سن صغير قوي. خلينا نسمع مشهد الجواب على الشاشه. يلا يلا يلا. وما تنسيش تعملي له لقمه القاضي، اصله بيحبها. برتعش. المشهد ده كان ليه معايا ذكرى معينه، وما كنتش فاهمه ايه اللي بيحصل. اولا استاذ صبحي طبعا تعب جدا 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 انه يعمل صوتها تاني، ده صوت سعاد نصر الله يرحمها، من الاجزاء كلها ياخد كلمه من هنا على جمله من هنا عشان يكون الرساله. احنا ما كناش سمعنا الجواب. هو اصر ان ينزل واحنا بنصور، يعني تبقي بتصوري وفجاه سمعت صوتها بالرساله. قعدنا ساعتين او حاجه نعمل في البروفا، بروفه حركه مع كاميرات مع عشان وقت ما نقول ان يبقى خلاص مفيش ستوب، والاحساس يبقى متواصل، ما تبقيش بتعيطي ويتقطع كده. انا برتعش دلوقتي. الله يرحمها. خليني اخدك لمحطه تانية. من جهاد لهدى في مسلسل العار. انا اسفه اني خليتك تسترجعي ذكريات مؤلمه والله. لا اصلا المشهد ده حصلت لي فيه حاله نفسيه، وجالي يا خبر ابيض. روحت جالك حساسيه صح؟ كان عندي بعد ما المشهد ده عملناه قعدنا فيه كتير. كان عندي تصوير في مسلسل تاني اسمه وعد ومش مكتوب، بتاع استاذ محمود ياسين، الراحل محمود ياسين، كنت عامله معاه مسلسل. المهم رحت وشي جات لي حساسيه نفسيه، ارتكاريا يعني حاجه كده، جسمي ضرب كله سبوتس كده حمراء، اتاثرت جامد واتلغى التصوير في المسلسل الثاني. وعرفت بعد كده ان هو بسبب المشهد ده نفسيا اتاثرت جامد. عشان انت اصلا انسانه حساسه. والله انا ما كنتش عارف عن نفسي. اديكي اكتشفتي طلعت حساسه زياده لدرجه الارتكاري. خليني الناس شويه. خليني اروح لمحطه هدى العار. في العار قعدتي فتره طويله، كنت فين؟ ايه سر؟ لا 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 ما تقوليش كده. انا عملت مسلسلات كتيره جدا جدا في الوقت ده. زي هقول لك، بس اصلا مش مترتبين، لان انا في خلال ونيس يعني مثلا عملت العيله والناس، اخراج استاذ محمد فاضل، وكان اول بطوله يدهاني، كان دور كبير جدا، وانا كنت مستغربه الثقه اللي ادهاني دي. في العيله والناس، وكان في برضو محطه العطار، وكان في مسلسلات كتير، احلامك اوامر،
سبعيات عن سلسلة يعني مسلسلات بوليسية إخراج أستاذ أحمد النحاس، يعني عملت حاجات كتير. العارضة تعتبر يمكن المحطة قبل الأخيرة، إنما أنا عاملة تقريبا في حدود 25 مسلسل غير ونيس، وعملت 3 أفلام، فيلم منهم خد جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي. خليني نتكلم عنه لأن ده فيلم مهم جدا. بس عايزة أعرف نور الشريف العطار، نتكلم الأول عن العطار قبل العار. ضاف لك إيه نور الشريف؟ أي نجم بجد من النجوم العظيمة اللي أنا أقل بكتير إن أنا أتكلم عنهم، كل واحد بتاخدي منه حاجة. حتى الإخراج طبعا أستاذ محمد فاضل، أستاذ مجدي أبو عمير، عملت التوأم مع ليلى علوي. كان ليا حظ إن أنا أقف قدام عمالقة. بتستفادي منه بشكل برضو مباشر، ما زلت أقول مباشر وغير مباشر. أنت طول ما أنت بتشتغلي أنت برضو في سن صغير، مش واعية قوي للصورة كاملة، بتبتدي الصورة توضح لك بعد ما بنكبر بننضج. بتقولي أنا كنت واقفة قدام عملاق. طبعا لا، بتكتشف انك استفدتي منه. بياخد بايدك يرفعك ليه. اعظم مشاهد بتعمليها قدام النجوم دول، اعظم مشاهد بتطلعي له، بتطلعي. رغم ان الوقفه قدام نجوم كبار بالحجم ده مرعبه، يعني مرعبه طبعا طبعا، بس هم من كتر جمالهم ومن كتر انت صغيره في الاول ما كنتش بتهزي. هو استاذ نور الشريف كان بيحبني قوي قوي، حتى ما كان يعمل انترفيوهات عن العطار كان ياخدني انا من ال7 بنات حقيقي، كان دايما ياخد يقول هاخد هدى معايا. ليه بقى؟ هو لقى حاجه، موقف كده احكيه بسرعه. قبل التصوير انا كنت متعلمه ان يعني ايه تتعايشي مش مع البني ادمين، بتتعايشي مع الديكور، وانا الديكور دي حاجه اساسيه. اتعلمت ان انا لازم يعني بيتي ابقى عارفه بيتي عليه. تعرفي بيتك عامل ازاي. فكانوا هما بيصوروا، ورحت قبل تصويري بكذا يوم محدش اداني اوردر تصوير، فرحت فبيقول لي ايه عفريته. كان دايما لما حد يبقى شاطر قوي يقول له يا عفريت او يا عفريته، يقول لي ايه عفريته اللي جابك هنا. فما كانش لسه صورت معايا حاجه، يا دوبك خدت الورق ومضيت العقد وكده. فقلت له انا جايه اتعرف على الديكور واتعرف على الناس وكده. لقيته يقول لي يعني ايه تتعرفي على الديكور؟ قلت له يعني اشوف اوضتي اللي هنام فيها اللي المفروض عايشه فيها، ما اجي اول يوم تصوير ابقى عارفاها، اعرف اللبس اللي هجيبه الوانه ايه تمشي مع الديكور و و و. حضني حضني وانا مش فاهمه هو انت بتحضني ليه. انا قلت فاكتشفت ان هو انا اتعلمت ده كده من استاذ محمد صبحي، من اللي بشوفه، فهو قدر ده قوي. طب اتعلمتي الاستاذ محمد صبحي بلا شك. الخواجه عبد القادر يحيى الفخراني، يا ربي انت بصي جايباني ناس. كلميني او كلميني عن دورك مع يحيى الفخراني. دكتور يحيى شفته مره بالصدفه في مكان ملوش علاقه بالفن، يعني مش استوديوهات ولا حاجه. سلمت عليه وبتاع، فهو كان بيحضر الخواجه عبد القادر. وبعدين لقيته بيقول لي اديني رقم تليفونك. انا بعشقه، وكنت هيبقى لينا تجربه قبل كده. انا كمان بعشقه على فكره. ملاك. حد ما بيعشقوش. ملاك. انا بقول له انت بتمثل انك جميل قوي ولا انت كده؟ يعني من كتر ما انت جميل انت مش مصدقه. فالمهم قال لي روحي قبلي استاذ شادي وهيتعمل لك كاستنج وبتاع عشان في دور عايزينك فيه يعني. ورحت لقيته مره بيكلمني. بصي بقى المكالمه العجيبه دي. بيقول لي ازيك يا هدهد عامله ايه؟ قلت له يا دكتور زي حضرتك وبتاع، كنا بنصور. فقلت بيقول لي انا عايزه اوصلك مسج بس. عمر خيرت وحطيه بين قوسين طبعا هذا العملاق. بيقول لي كان بيعمل مكساج للمسلسل وشافك وقال البنت دي هايله واحساسها عالي قوي، فحبيت اوصل لك المسج دي عشان تبقي عارفه ان انت شغلك حلو. قلت له عمر خيرت اللي قال عليا كده. قال لي قلت له حضرتك دكتور يحيى اللي بتوصل لي. قلت له بعد المكالمه دي اعتقد مش هتعرفوا تكلموني. انا هتغر يا جماعه. فطبعا كانت شهاده جميله، وقد ايه انسان جميل انه يهتم انه يوصل لك حاجه زي كده. اكيد هناك مواهب لم تاخذ حقها، ومجالنا اصبح يحتاج للطبله. ده تصريح انت قلتيه في حوار لاهل كايرو. انا قلت كده؟ والله ما هدى هاني ما بتعرفش تطبل. ما بعرفش خالص. انا قلت لهم ان انا هتعلم الطبله بجد، انا عايزه اتعلم الطبله، الطبله الحقيقيه كآله موسيقيه يعني. تمام. فقلت يعني يمكن اعرف اطبل على دي لان انا ما بعرفش اطبل بالكلام يعني. هدى هاني مش عارفه تطبل بالكلام. ده اثر عليكي؟ على الطبله اثر عليكي في المجال؟ اكيد اكيد
اكيد انا مش اول حاجه قلت لك ان انا صريحه لدرجه مستفزه، فاعتقد ان انا باخسر نص الناس. مش في المجال الفني بس، عموما في الحياه الناس محتاجه تسمع كلام حلو على طول ومجامله على طول، وده مش طبيعي عشان تفضلي، وده مش طبيعي في الحقيقه، ولا هتعرفي تعملي. بصي مش هعمله، بس بقيت اعمل كنترول ان انا ما اتكلمش. يعني ايه؟ حتى لو حد خد رايي لطيف، ما اقولش الصراحه المطلقه، او اجمل شويه الكلام. يعني طول ما واحد بيكبر بيتعلم ان دي ديفو فيكي، او دي بتخسرك ناس، او ما بيفهموكيش. فقلت يعني طيب يا هدى، انت عملتي 3 افلام قصيره، رجعك لنقطه الافلام. واحد منهم واحد طويل، واثنين واحد طويل اللي هو بعنوان خريف ادم، بطوله هشام عبد الحميد والمرحوم حسن حسني. واشتغلتي مسرح، وكان غير طبعا المسلسلات الكتير. اي كاميرا حبيتيها اكتر؟ بتلاقي نفسك في ايه؟ في التلاته طبعا. التلاته عندك واحد؟ التلاته عندي واحد. مفيش حاجه اصعب من حاجه؟ المسرح، مسرح اصعب حاجه، المسرح الغلطه ما بتتعدش. وايه اكتر حاجه بتحبيها فيهم؟ سؤال صعب، بس انا بحب الكاميرا قوي. يعني اكتشفت ان انا بحب الكاميرا وما بخافش منها. يعني احب الاغي الكاميرا زي ما يعني احب ابص كده في العدسه واقول لهم انتوا دلوقتي عاملين زوم، انتوا دلوقتي ميديوم شوت، لونج شوت، ابقى عارفه من العدسه هو واخد الكادر عامل ازاي. فانا بحب الكاميرا والكاميرا بتحبك على يا رب. والله ما بحسش كده قوي، بس يا رب يا رب. يعني انا بحس ان انا ما بطلعش حلوه في الكاميرا زي يعني ما بيقعدوا يقولوا لي ايه ده انت يعني. احنا هنخش بقى على الصور كده. السوشيال ميديا، انت مؤخرا ابتديتي تظهري على السوشيال ميديا اكتر من الاول. تلميذه فاشله جدا. انت شايفه السوشيال ميديا ايه؟ مهمه جدا دلوقتي. جدا، مفيش غنى عنها. بس مش ده اللي اتعلمناه، يعني مش ده اللي اتعلمناه. الدنيا عماله تجري كده ورانا. مش مدرسة مختلفة. انت عندك اي طيب حد؟ الصورة دي مالك؟ اللي على الشاشة. الناس متعودة تشوفك بملامح بريئة. دي كانت اطلالة جديدة، ضفاير رمادي، ميك اب اتقل من المعتاد، فستان يجنن من وجهة نظري. ايه بقى؟ حبيتي تغيري في ستايلك؟ هو ده مجرد نيو لوك، ولا حبيتي تظهري بشكل مختلف للناس؟ لا، هو نيو لوك. بصي، هو انا كل يعني اما حد بيقول لي مثلا احنا عايزين نستضيفك، اقول لهم لما اعمل حاجه جديده ابقى اجي اتكلم عنها. ما بحبش اظهر كتير طبيعتي، يعني ما احس ان انا هتكلم عن ايه. مثلا جميله، بحبها قوي. انا بحب يعني عجبني الستايل قوي. نيجي نعمل فوتو سيشن، اقول لهم طيب انا بحب اعمل افكار ما حدش عملها. يعني مش هلبس فستان عريان واطلع اتصور فابقى كده عملت فوتو سيشن، فاهمه؟ او اقول لهم اعمل فكره جديده. فانا كنت عايزه اعمل الرستة اصلا عشان كان الصيف داخل، وعايزه بقى انزل البحر براحتي وكده، ما اعتلش هم الكوافير يعني. فانا اصلا كنت بفكر اعمل الرستة في نفس الوقت، وكان عيد ميلادي في نفس الوقت. انا دايما بعمل فوتو سيشن في شهر 9 كل سنه، اعمل واحد او اثنين، فدايما ربنا يخليكي. الملكه هدى. دي بقى ثانيه واحده بقى، عشان دي انا نفسي استوقفتني، ما بقيناش عارفين ده جوازي زواج لا جديد ولا فوتو سيشن ولا مسلسل ولا ايه بالظبط؟ ايه بقى كل الناس؟ اولا كل الناس دخلت تبارك لي. طبعا التاج ده على فكره انا من الناس اللي دخلت ابارك. ايوه وانت طيب. الناس اللي دخلت قلت الف مليون مبروك ربنا يسعدك. مش جواز والله، مش جواز ولا دور. هو فوتو سيشن. إيه؟ فستان فرح حلو قوي. انا قلت لهم انا عايزه. انت اللي محليه على فكره. لا ولا الفستان حلو برضه. انت محليه الفستان حلو. قلت لهم عايزه تاج حلو قوي كده، فبصراحه الكوافيره هي اللي جابت لي التاج ده، والتاج ده كان تقيل، واصلا عرفت سعره كان هيغمى عليا. يعني تقريبا المفروض يحطوه كده ويقفلوا عليه. قيم قوي، وانا كنت يعني ما قلت لها ده لو عروسه لبسته بجد هتتعب، يعني هتعاني من الوزن. تقيل حتى وانا بتصور مش قادره. يعني هو البوز جه كده حلو، بس برضو التاج كان عامل افكت حلو. فهي كانت فكره ان انا عايزه اعمل فوتو سيشن، ده من ضمن الافكار برضو، بفستان فرح. فكنا هنعمل حاجتين، يا اما الكلاسيك قوي اللي مدي شكل برنسس كده، او تدي حاجه ملكه، او حاجه مجنونه، مثلا شورت او حاجه كده على جزمه كوتشي على فستان مجنون، ونعمله على البحر والجو ده. فكان الجو ساعتها تقريبا برد او ايه مش فاكره، فعملنا الفوتو سيشن ده بدل الستايل المجنون. بس نعمل الستايل المجنون، وسبت الناس تفكر. عايز يقول يقول يا حلو بقى الجواز كويس، يلا مفيش مشكله. طيب 2021 مالها؟ مرتبه فيها ايه؟ ولا حاجه، انا بسيب اقداري لربنا.
بصي انا ما ده اللي ناقصني، ده اللي ناقصني ونفسي اخد كورس فيه، ان انا هاو تو بلان، يعني عايز اعمل بلان تبقى اعرف انا رايحه فين. وانا بصي عشان ودي محتاجه كورس معايا انا ومحتاجه كورس ذكاء اجتماعي اتكلم ازاي مع الناس. بصي في ناس كتيره ما بيبقوش موهوبين بالدرجه، بيبقوا انصاف موهوبين بس ذكاء اجتماعي خارق، بياخدوا حقهم فوق قوي وبيوصلوا لمرتبه عاليه بسبب الذكاء الاجتماعي مش بسبب الموهبه. ودي معروفه طبعا. فانا نفسي احط خطه وامشي عليها وده الصح، بس انا مش عارفه اعمل ده، مش عارفه اعمله. نشرت يا هدى على حسابك على الفيسبوك صوره فتاه عيد الميلاد وقلتي حد عنده دعوه حلوه زياده، يمكن متاخره شويه بس انا حابه اقول لك كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت جميله، كل سنه وانت الى الله اقرب، كل سنه وانت جميله في قلوبنا. نورتيني وشرفتيني النهارده، وكانت حلقه بجد من امتع الحلقات اللي عملتها حبيبتي، متشكره ليكي قوي. وبكده اعزائي المشاهدين للاسف بتكون خلصت حلقتنا النهارده، استنوني الاربع اللي جاي في حلقه جديده ومشوار فني جديد. دمتم بخير وصحه وجمال.